حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. في المواقع المحلية، مدير منطقة تعليمية بصنعاء يخاطب طالبة محو أمية أرادت إكمال الدراسة: لماذا لم تدرسي عندما كنت صغيرة؟ موقع ألماني: الحرب في اليمن تدفع كبار السن للأرصفة والعمل الشاق. وفي الأخبار المنوعة، الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل أجرى 24,000 مكالمة خلال 8 أيام. أهلا بكم. يريدون رؤية مجتمع لا يعرف القراءة والكتابة حتى لا ينتبه لما يفعلون ببلده. هذه هي القاعدة التي تقوم عليها ميليشيا الحوثي، ووفقا لموقع المشاهد نت، الحوثيون يعيقون تعليم محو الأمية للنساء في صنعاء. وتحدث الموقع عن امرأة التحقت بمحو الأمية في أحد المراكز بالعاصمة صنعاء وأنهت دراستها الابتدائية، لتفاجأ بمعوقات جديدة تمنعها من مواصلة دراستها في الصف السابع. أنهت دراستها في مدرسة شهداء الوحدة بصنعاء، وعند رغبتها دراسة الصف السابع وفقا للموقع رفضت إدارة المدرسة تسجيلها، وعشرات النساء بحجج أن أعمارهن كبيرة والمدرسة أساسية ولا تتناسب أعمارهن مع طالبات صغار السن. هذا الإجراء مخالف لقانون محو الأمية وتعليم الكبار الذي يلزم المدارس باستيعاب من تجاوزوا شهادة محو الأمية والمتابعة. أحيلت المرأة الملتحقة بمحو الأمية وزميلاتها إلى مدرسة بدر القريبة في منطقة السنينة وفقا للموقع، إلا أن مديرة المدرسة رفضت قبولهن بحجة أن على مدرسة الشهداء الوحدة التي درسن فيها استيعابهن. علي الدريمي مدير محو الأمية في منطقة معين بصنعاء والمعين من قبل ميليشيا الحوثي وجه بقبول عدد من الطالبات في الصف السابع، لكن المدارس لم تقبلهن إلا بنظام المدرسي المنزلي، أي الدراسة في المنزل والحضور للاختبار. عدت الطالبات من كبار السن إلى الدليمي، ولكنه وفقا لموقع المشاهد نت قال لهن: ما بش معكن عمل، كانوا درسين وانتن صغار، صبرتين لما كبرتين وجيتين تشتين أدرسكم. بدفنهم تكون ميليشيا الحوثي قد أخفت أحد أدلة الجريمة التي كانت طرفا في ارتكابها، خاصة بعد ظهور تصريحات وبيانات تؤكد أن ميليشيا الحوثي قتلت كل من حاول الفرار من سجن ذمار عقب إقدام طيران التحالف على قصف المعتقل. ووفقا لموقع الصحوانات ذمار، ميليشيات الحوثي تدفن 71 جثة من ضحايا مذبحة كلية المجتمع. أعلنت ميليشيا الحوثي عن دفن ضحايا مذبحة كلية المجتمع التي تعرضت لقصف جوي في سبتمبر الماضي. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي استخدمت السجناء دروعا بشرية، وقامت بنقل المئات إلى كلية المجتمع تزامنا مع استغلال واستخدام مرافق الكلية لأغراض عسكرية. يتابع الموقع: أخفت ميليشيا الحوثي عشرات الجثث عقب الحادثة، فيما رفضت الإفراج عن الجرحى لتلقي العلاج. السلام اليمني المجزأ، تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله في صحيفة العرب الجديد. في مثل هذه الأيام قبل عام كانت الأنظار اليمنية متوجهة إلى السويد، حيث عقدت أولى جولات المشاورات جمعت ممثلي الحكومة والحوثيين منذ انهيار محادثات الكويت في أغسطس آب 2016. انتهت محادثات ستوكهولم بثلاثة اتفاقات، وهي الاتفاق الخاص بالحديدة واتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وصولاً إلى الوضع في مدينة تعز التي يقطع الحوثيون طرقاتها الرئيسية منذ سنوات. كانت الحديدة تمثل جوهر المفاوضات، وبعد عام من ستوكهولم بدا واضحاً أن الاتفاق صمد حتى اليوم من الانهيار بشكل كلي، إذ لا تزال العمليات العسكرية متوقفة. في المقابل فإن التنفيذ اقتصر تقريباً على هذا الجانب، وفشل في إجراء أي خطوات عملية تنزع فتيل الحرب عن المدينة، مع تواصل الخروقات اليومية لوقف إطلاق النار في مناطق التماس. وبالعودة إلى العام 2017، كانت الحديدة آخر المقترحات والمبادرات التي قدمها المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنها بالنسبة لخلفه الحالي البريطاني جريفيث كانت ولا تزال محور مهمته منذ ما يقارب من عامين على تعيينه.
وإذا كان جريفيث قد نجح بوقف العمليات العسكرية باتجاه الحديدة، لكن يبدو أنه لا يتنبه إلى أنه قد حصر من خلال ذلك مهمته، إذ لم يعد الحديث كما كان في محادثات 2016 وما سبقها مشمولاً بحل سياسي شامل في البلاد. يعمل جريفيث على حراسة منجزه المهدد بأي لحظة تصعيد في الحديدة التي تمثل المحور الأهم في أجندته خلال الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض وغيرهما، إلى جانب ملف الأسرى. لكن في المقابل يتساءل اليمنيون عما إذا كان انحصار جهود الحل في هذه الأطر يخدم خطة سلام شاملة، أم أنه فقط يمنح فرصة لترتيب الصفوف ورفض التنازلات السياسية التي تفضي إلى عودة التصعيد. إن اليمن يحتاج إلى اتفاق سياسي شامل وليس إلى تجزئة القضية على النحو الذي يطيل أمد معاناة اليمنيين أو يرسخ حالة التقسيم في الأمر الواقع، وكلها تضع مزيداً من العقبات أمام السلام. قبل 14 عاماً عرض فيلم غريبة في بلادها للمخرجة خديجة السلامي، وفازت المخرجة بست جوائز في المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في جنيف. ويسلط الفيلم الضوء على حياة فتاة من صنعاء اسمها نجمية، كانت نموذج للطفلة الشجاعة والمثابرة والذكية. لكن بعد كل هذه السنوات، أين هي نجمية بطلة الفيلم؟ الكاتبة شروق حسين قررت معرفة أين أصبحت نجمية بعد كل هذه السنوات، وقد نشرت مادتها في موقع المدنية في وقت سابق تحت عنوان ريت وانا صغيرة، صنعاء في عيني نجمية. تلك الصبية الصنعانية التي عرفناها من خلال الفيلم الوثائقي القصير حينما كانت في 13 من العمر، والتي تميزت فيه بحضور قوي وكاريزما ساحرة تجذبك إليها، لهجاتها صنعانية وحذاقة منطوقها تبهرك، جرأتها وعدم اكتراثها في مجتمع له تقاليده القاسية نحوها كأنثى، فتتمازج أمامك الفطرة النقية بالجرأة والموهبة المكتسبة في التخاطب. أين هي نجمية الآن من ذلك كله؟ وأين رست شواطئ أحلامها الطفولية؟ هل عبث الزمان بها كما عبث بمدينتها الأثيرة صنعاء؟ تقول الكاتبة: اختلطت مشاعر الدهشة بالحزن داخلي، لم يبدو الأمر كما شاءت مخيلتي أن يكون، لقد بدت لي مختلفة تماما. أصبحت ترتدي العباءة السوداء وتلف رأسها بالوشاح الأسود والنقاب، الزي الدخيل الذي أزاح الستارة الصنعانية المليئة بالألوان والحياة. تبعثرت الأسئلة المعدة جميعها أمام حضور قوي لأسئلة أخرى: ما الذي جرى؟ وكيف انتهى بها الحال إلى أن تطلب منا عدم تصوير عينيها حتى ولو بالنقاب؟ لم تكمل تعليمها وكانت تتمنى أن تجد من يشجعها لتتابع الحضور في المدرسة، لتلقي اللوم على طبيعة نظام الدراسة الذي لم تستطع التأقلم أو الانضباط معه، الأمر الذي أدى لنسيانها القراءة والكتابة. لم تتوقف الأخبار المفاجئة عند هذا الحد، فقد مرت بتجربة زواج تقليدي فاشل من رجل يكبرها سنا ويعاني من مشاكل نفسية، ولم تستمر هذه الزيجة سوى شهر واحد فقط. حرب بلا نهاية في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب فرانسوا بروسو مقاله المنشور في صحيفة لو دوفوار الكندية، وقد ترجم المقال لصالح قناة بلقيس، وجاء فيه: يعرف الشرق الأوسط الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة بشكل منتظم ومستمر تقريبا منذ 70 عاما. منذ تأسيس دولة إسرائيل شهدت المنطقة أزمة السويس وحربي 67 و73، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحرب لبنان والحرب الإيرانية العراقية، وحتى نزاعات القرن 21، الغزو الأمريكي للعراق، الحروب الأهلية في العراق وسوريا وليبيا واليمن. وكثيراً ما تحولت الثورات الديمقراطية والسلمية بسرعة إلى حركات راديكالية، وهناك تصبح الحروب الأهلية تقريباً صراعات دولية ذات تشعبات. في المأساة السورية يمكننا أن نعول على 12 دولة وضعت أقدامها عليها أو تأثرت بطريقة أو بأخرى منها. هذه المنطقة من العالم ليست متداخلة تماماً من وجهة نظر اقتصادية، فهي نماذج دولية ثقيلة وتجارتهم مقتصرة على مجالات قليلة، وبعض الشركاء ومشاركتهم ضعيفة في الاقتصاد المعولم.
الشيء نفسه من وجهة نظر التعاون الإقليمي. فلو بحثت عن أمثلة عالمية للتعاون بين الدول أو الولايات في القرن 21، يمكنك دائماً النظر إلى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. أما إن كنت تريد مثالاً يظهر عبثيته وعدم أهميته، فهو الجامعة العربية، ومع ذلك فهي منطقة من العالم تتشابه فيها أسباب الأزمة الاجتماعية والسياسية والعسكرية، حيث يوجد تكامل عميق للقضايا. داخلياً هناك تبادل فتاك وأبدي بين مصيبتين متماثلتين، إما الدكتاتورية العسكرية أو دخول الدين في السياسة. في بعض الأحيان سيكون لبعض الدول هذين النظامين في نفس الوقت. هذان النظامان السياسيان في العالم العربي الإسلامي دائماً ما ينتهيان بسحق التحركات الديمقراطية الشعبية المتحالفة مع المطلب العلماني. واليوم في الجزائر أو لبنان أو العراق، الربيع العربي الثاني، يصرخ الناس عن رغبتهم في الخروج من هذا الوضع الميت الذي يعيشونه. إنها منطقة صراعات لا نهاية لها، والشرق الأوسط لا يعرف الحرب الكلية، ما قد يجعلها صراعاً مفتوحاً بين إيران والسعودية. الآثار المدمرة للحرب اليمنية طالت كل فئات وشرائح المجتمع، وخاصة الأطفال وكبار السن، إذ يضطر كثير ممن هم في سن التقاعد إلى العمل في مهن شاقة لإعانة أسرهم وتأمين قوت يومهم. أدي دبليو عربية رصدت بعض الحالات في صنعاء وعنون الموقع الألماني: الحرب المدمرة في اليمن تدفع كبار السن للأرصفة والعمل الشاق. فبالقرب من بوابة إحدى المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء، يحدق التلاميذ صباح كل يوم في وجه مألوف ترتسم عليه ملامح الشيخوخة وآثار غبار الرصيف. إنه العم نعمان الذي يعمل بائعاً متجولاً للملابس المستعملة في وقت تتفاقم فيه ظاهرة عمالة كبار السن الذين يعيلون أسرهم. يعيش نعمان وأسرته المؤلفة من 5 أبناء وأحفاد في إحدى قرى مدينة ذمار، ويتنقل في أغلب الأحيان بين تقاطعات منطقة التحرير الحيوية وسط صنعاء وعلى ظهره أعداد محدودة من السترات المستعملة يلوح بها للمارة، وخاصة في أوقات الازدحام، لكنه لا يستطيع الوقوف طويلا فيضطر للجلوس بين الحين والآخر، وأحيانا يغلبه النعاس فينام. وأيا تكن جودة الملابس التي يبيعها، فإن سنه وملامحه والثياب التي يرتديها، ثوب وسترة وحزام أي الزي الشعبي في أجزاء واسعة باليمن، هي ما تجذب المارة، وخصوصا في فصل الشتاء البارد. وحتى سمع العم نعمان أصبح ضعيفا، ويجب مناداته والتحدث معه بصوت مرتفع. في جولتنا بالصحف الفرنسية، تحدثت صحيفة أكتو أورانج عن المعاقين المنسيين في حرب اليمن، ونقلت عن منظمة العفو الدولية قولها إن حوالي 4.5 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن يعانون من التجاهل والخذلان في مواجهة المشقات المتزايدة في بلد فقير دمرته الحرب. وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، قالت: يجب ألا يجد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بالفعل من بين أكثر الفئات ضعفاً صعوبة أكبر من الآخرين في الحصول على المساعدة الأساسية. ولفتت منظمة العفو النظر بوجه خاص إلى تنقلات النزوح الشاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو حتى حالات ترك فيها المعاقون وانفصلوا عن أسرهم في الفوضى التي تصاحب هروبهم. وتقول منظمة العفو الدولية أيضا إنه حتى عندما تمكنوا من الفرار، غالبا ما أدى النزوح إلى مزيد من التدهور في صحتهم أو إعاقتهم. تقرير المنظمة جاء بعد 6 أشهر من البحوث مع زيارات إلى 3 محافظات في الجنوب تسيطر عليها الحكومة ومقابلة 100 شخص. عالم ثائر يأخذ سخطه إلى الشارع. تحت هذا العنوان كتب تشارلز كلاس مقاله المنشور في موقع مركز التوقعات الاستراتيجية ستراتفور مضيفا: يتزايد عدد البلدان التي تشهد الاحتجاجات الجماهيرية، حيث تدافع حكومة بعد أخرى عن وضع راهن يرفضه الكثير من الناس، وخاصة الشباب العاطلين عن العمل. ولا يتطلب الأمر الكثير دائما لبدء حالة من الاضطرابات والشغب، فقد خرج الهنود إلى الشوارع، وأقام الأندونيسيون مسيرات في عاصمتهم، وفي هايتي ثار سكان يتضورون جوعا مسبقا ضد ارتفاع تكلفة الوقود،
ويحتج البوليفيون على انتخابات متنازع عليها، ورفض سكان هونغ كونغ قانونا مقترحا يسمح بتسليم المشتبه بهم تلقائيا إلى بر الصين الرئيسي. وفي العراق ضاق الناس ذرعا بسنوات من الفساد والإهمال والهيمنة الإيرانية، وتحرك الإيرانيون لمقاومة ارتفاع أسعار البنزين في بلدهم الغني بالنفط، وإنما الذي ضربته العقوبات. بعد صراع طويل نجح الجزائريون في الإطاحة برئيسهم العاجز، لكنهم ما يزالون يطالبون باستبدال النظام العسكري الفاسد الذي مثله. وشهد السودان انتصارا أكبر للاحتجاج الشعبي غير العنيف، وتبقى هذه الإنجازات هي الاستثناء، لكنها تعطي الأمل للمعارضين في الأماكن الأخرى. تعبر بعض المظاهرات عن مظالم مشروعة ضد سلطة قاسية وعدم مساواة وحشية في الثروة والتعذيب وسرقة الأموال العامة، وتسعى احتجاجات أخرى إلى الإطاحة بالديمقراطية أو تقييد حقوق الأقليات أو فرض التوجه الديني. وقد أرسلت السلطات شرطتها، وفي بعض البلدان أرسلت جيوشها للسيطرة على المتظاهرين، وقتلت قوات الأمن المحتجين في هايتي وهونغ كونغ وتشيلي وبوليفيا. وفي فرنسا وإسبانيا جرت اعتقالات ووقعت إصابات، لكن أي وفيات لم تقع حتى الآن. ويبدو أن ما كتبه غور فيدال في العام 1967 عن الولايات المتحدة في روايته واشنطن العاصمة ينطبق على اللبنانيين. اعتقد الأمريكيون دائما بأن ممثليهم فاسدون، لأنهم لو نالوا نفس الفرصة سيكونون كذلك هم أيضا، لكن الفساد قطع شوطا بعيدا جدا في لبنان. وهكذا تحتفظ القوى القائمة بأدوات الإكراه لإبقاء الناس خاضعين، لكن أمثلة السودان والجزائر تظهر أن هذه القوى لا تسود دائما. ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عاما بعدما أجرى 24 ألف اتصال بالشركة المشغلة لهاتفه. وقالت الشركة إن أكيتوشي أوكاموتو المقيم في العاصمة طوكيو متهم حاليا بإجراء آلاف المكالمات إلى الرقم المجاني لشركة KDDI في فترة 8 أيام فقط للشكوى من انتهاك الشركة لبنود العقد المبرم معها. وأعلنت الشركة لوسائل إعلام محلية أن أوكاموتو اعتاد الاتصال بالشركة على مدار عامين ونصف، وأنكر الرجل ارتكابه مضايقات لشركة الاتصالات واتهمها بأنها انتهكت حقوقه وأنه ضحية. وذكر تقرير محلي أن اتهامات الرجل جاءت لأن هاتفه لم يتمكن من التقاط موجات البث الإذاعي. وقالت شرطة العاصمة طوكيو إنه كان يتصل بالشركة لسببين، إما إهانة العاملين بخدمة العملاء أو لطلب اعتذار رسمي من الشركة من خلال مندوب يزوره في منزله. وذكر متحدث باسم الشركة أنه في بعض الأحيان كان يتصل بخدمة العملاء ثم يغلق الخط فورا، وإنها لم تكن ترغب في البداية في توجيه الاتهامات، لكن اتصالاته لا تتوقف لدرجة أن الشركة لم تعد تستطيع خدمة عملاء آخرين. في نقاش إعادة قراءة الربيع العربي تحت هذا العنوان، كتب السوري عمار ديوب مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: السياسات التي أسست للثورات هي السياسات الليبرالية الجديدة، وهي وصفات البنك الدولي والمعتمدة دوليا، وقد اتبعت في كل الدول العربية وبغض النظر عن كيفية تطبيق ذلك وفي أي عقود طبقت. السياسات تلك نفذت في ظل أنظمة شمولية أو ديمقراطية هامشية أو طائفية توافقية، ولنقل في كل الدول العربية، وكانت نتيجتها إفقار الكتلة البشرية الأكبر، وربما نستثني بعض دول الخليج، حيث استطاعت النجاة من تدهور الأوضاع بسبب ضخامة الكتلة المالية لديها وقلة عدد السكان. كان هذا الوضع هو السائد قبل 2011، وهو وضع عالمي بامتياز، حيث تشير الدراسات إلى أزمة اقتصادية بدأت منذ 2008 ولم تنتهي بشكل كامل حتى لحظته، على الرغم من انخفاض قوتها. وبالتالي هذه أول قضية تتطلب نقاشا دقيقا وإيجاد وصفة فكرية تنقذ ملايين العرب من تلك السياسات. تجربتا تونس ومصر على الرغم من اختلافهما تقولان إنه لم يتم الاهتداء إلى سياسات تنموية وطنية، وما زالت الحكومات الديمقراطية والاستبدادية تستند في رؤيتها إلى وصفات البنك الدولي والاستدانة، وفي حال مصر إلى الشحادة. وثاني القضايا الخطيرة هي أشكال الوعي السائدة لدى أغلبية العرب، والتي تتنوع وفقا لخصوصيات كل دولة على حدة، والتي هي بتأثير أيديولوجيات الأنظمة وسياساتها العامة، وتستهدف منها تفكيك الوعي الوطني وعدم تشكله
وتشويه مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والوعي الحداثي والعلمانية وتسييس الهويات الدينية والإقليمية والأثنية، وبقصدية واحدة هي منع تشكيل هوية وطنية جامعة. وهنا، وعلى الرغم من وعينا قضية الوعي المتأخر، ولكنه الوعي بصوره الغالبة والذي تشكله الأنظمة وإيديولوجياتها والتعليم والثقافة ومؤسسات الدين وسواه، أي كل ما تسيطر عليه وتصدره إلى المجتمع وتؤطر وعيه في سياقات محددة، أي أن الوعي العام تشكله الأنظمة أولاً. وثالثة القضايا مسألة الديمقراطية وضرورة الإقرار النهائي بأنها المدخل الوحيد للانتقال بالمجتمعات العربية نحو مجتمعات حداثية، وفي ذلك لا يمكن التسويف تجاه ضرورة تحييد الأديان والمذاهب عن الدساتير والقوانين العامة التي تنظم شؤون الدولة. صحيفة الديلي تيليغراف تنشر عددا من الصور المنوعة التي توثق أحداثا من مختلف أنحاء العالم، نتابع. عندما تكون الرسوم مواضيع سياسية أو قصصا إنسانية أو تحولات اقتصادية، هنا تكون الرسوم الكاريكاتيرية، نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.